سيادة الرئيس، السادة الحضور، كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا سعداء جدا ان احنا بنشارك السنة دي معاكم في احتفالات اكتوبر بفيلم الممر. والحقيقة النجاح اللي حققه فيلم الممر في الداخل وفي الخارج ولما عرض في التلفزيون بين رسالة، ومش رسالة الفيلم، لا، دي رسالة الجمهور، الشعب اللي شاف الفيلم، اللي أكد على حاجة واحدة مهمة، إن الشعب المصري وجيشه كيان واحد ما ينفصلش. إذا كنا سيادتك إحنا خلصنا جيشنا من بدري وبنمتهن التمثيل، بس كل واحد في الموجودين دول ومن زمايلنا برضو اللي مش موجودين معانا النهاردة، لو رجع بيه الوقت والبلد طلبته في أي وقت إن هو يرجع يرتدي الزي العسكري تاني، هيكون شرف وفخر. وخصوصا سيادتك إن إحنا أيام فيلم الممر اتدربنا في وحدات الصاعقة، والحقيقة الرجالة هناك يعني قاموا معانا بالواجب وزيادة. وأحب بعد إذنك أنهي الكلمة بالكلمة اللي بتثار حالياً في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وهي لما بنيجي نتكلم عن جيشنا العظيم، البسوا المموه، بيخافوا منه. شكراً يا فندم. سيادة الرئيس، الساعة الحضور، السادة الحضور، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر في خير وسلام وأمان. الممر كان طريق عبرت بيه مصر والأمة العربية من لحظات الانكسار للحظات الانتصار. وأنا في فيلم الممر كان ليا الشرف العظيم أني أجسد زوجة المحارب، المرأة المصرية العظيمة اللي معدنها الأصيل بيبان في المحن والصعاب. المرأة التي هي حصن وسند لبلدها وأهلها، دورها لا يقل أبداً عن دور المحارب، سواء كان أخوها أو ابنها أو شريك حياتها، بتضحياتها، بقوة تحملها، بدعمها، بحبها وبإيمانها، بيقدر يقوم بمهمته على أكمل وجه. تحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية العظيمة. تحية إجلال وتقدير لمصر بقواها الصلبة والناعمة، وتحية إجلال وتقدير للجيش المصري الأبي العظيم. شكرا. لا، انتظر شوية بس، استنوا. أنا بشكركم وبرضو بقول لكم إن الحقيقة الفيلم كانت رسالة جميلة جدا للمصريين كلهم، والأداء اللي كل من شارك، الحقيقة كل من شارك كان أداء بيعكس روح مصرية بتتكلم، حتى لو كان بيتكلم باسم غير المصريين يعني، لكن الفيلم زي ما حضراتكم قلتم وأنا معاكم طبعا، يعني ما هو موجود معانا يعني. فالحقيقة الأداء ده هو سواء كان القصة وهي حقيقية أو أداءكم اللي انتم عجزتوا بيه كل شرائح المجتمع المصري في الوقت دوت، وروحها تجاه بلدها وصلتوها لينا كلنا وفكرتونا، وللشباب اللي ما شافش ده وعاشوا، أتصور ان هو التأثر الكبير اللي حصل انه انتم عايشتوهم الفترة ديت. كل المجموعة الحقيقة كان أداء أكتر من رائع. وبالمناسبة أتصور للمخرجين وللمنتجين إن التجربة قبل للتكرار كثيرا، وشفتوا حالة الالتفاف مش للجيش والشعب بس، للدولة، حالة الالتفاف على مصر. احنا محتاجين في ظل اللي احنا بنشوفه والتحديات اللي احنا بنشوفها في المنطقة، ومحاولة يعني سلب عقول وآمال شعوبنا، إن يبقى فيه دايما على الأقل كل 6 شهور يبقى فيه فيلم زي كده يفكر الناس
ويساعدها ان هي تطمن ان هي دولة وشعب صلب 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 تاريخه كده، واللي انتوا بينتوه في الفيلم يعني وضح كده. كان فعلا في ناس مستعدية، يعني الصعيدي اللي بيقول اوريهم ان انا واقف يعني صحيح صحيح، ده ايه؟ ده رمز الشجاعة المصري، ان هو ابدا لا يتخاذل قدام التحدي، اي تحدي. فالرسالة جميلة، وانا بشكركم باسمي وباسم كل المصريين، وان شاء الله نبقى فيلم تاني وتالت بيكم وبزمايلنا او بزمايلكم من الفنانين والفنانات اللي موجودين في مصر، المخرجين والمنتجين. احنا محتاجين كثيرا من هذا الامر خلال، او من هذه الافلام خلال الفترة اللي احنا موجودين فيها ومستقبلا. فانا بشكركم، شكرا جزيلا، شكرا. ويظهر الان على شاشة العرض الصورة الحقيقية للسيدة فرحانة حسين سلامة، التي قدمت خدمات جليلة للوطن من خلال تعاونها مع إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وقد كرمها السيد الرئيس محمد أنور السادات بتقليدها نوط الامتياز من الطبقة الأولى، وقد تم تجسيد شخصيتها في فيلم الممر من خلال دور السيدة